وأعلنت الكويت إلغاء احتفالات العيد مشاهدينا العيد الوطني حتى إشعار آخر بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أفاد مجلس الوزراء في بيان له إن الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. كما دعا المجلس إلى تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم. وكان رواد تويتر قد تداولوا مقاطع تظهر المسافرين القادمين من إيران إلى الكويت والمصابين بفيروس كورونا، حيث رفضوا البقاء في الحجر الصحي. مدير في الصحة، وشوف ها هذا الوضع كله 200 نفر قاعدين كذي، ها قصد بيقعدون اسبوعين، ها كذي انشر انشر، ها شوف ها. احنا رايحين ولا احنا نطلع من الصعيد، ما انا حق راح نطلع نطلع برا، خليه يرمي يلا والله نطلع برا، خليه يستخدمون القوه ضده، خليه يرمي يلا، فهم بلغهم هذا الكلام. كلنا نطلع ترى كلكم، ولا تقعدون 14 شهر تنحجزون.